سيواجه ريال مدريد نظيره العنيد سيلتا فيغو في الجولة الثانية من الدوري الإسباني 2022 و2023، والتي تنطلق السبت المقبل. وحقق الأسطورة ريال مدريد انتصارا قويا بهدفين لواحد في أول مباراة له ضد الوافد الجديد ألميريا الذي جاء متأخرا في المباراة. وموعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الدوري الإسباني، تنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين ريال وسيلتا فيغو يوم السبت التالي الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة،